مشاهد يعني، بس عنده الوقت ايه هو مش عدم يعني، زي ما نقول ايه تحول من شيء الى شيء. فهذا ينكر الايه البعث الجسماني ويثبت البعث الايه الروحاني، ويترتب عليه اشياء كثيره بانكار الثواب وانكار العقاب، وستاتي في ايه في مبحث البعث. شوف ليه السبب المهم اللي انت تعرفه الان، انهم انكروا ثلاثه فيها كفر اكثرهم بها. فبعضها شوف مساله كله ده موجود في كتاب تهافت الفلاسفه الامام مين؟ ابو حامد الغزالي. فطبعا كان الشيخ هنا بيتكلم على موضوع قدم العالم، لانهم عندهم عله ايه ومعلول، او ارجع لك الكلام من اوله. فطالما عله ومعلول يبدا يترتب على هذا نفي الصفات الذاتيه، خلاص؟ وهو مذهب باطل وكفر صراح، وما تكلمنا عليه المره الفاتحه، ويدل على بطلانه تنوع، يعني حينفع لله تعالى الاختيار اول شيء، وحيترتب على هذا طالما ما فيش اختيار يبقى ما فيش ثواب وما فيش عقاب، والثواب والعقاب مبني على البعث او على الحشر. ومنفي عن الانسان يعني نفع عن الله تعالى الاختيار واثبتوه لمين؟ للانسان، والانسان مخلوق وحادث، يعني معناه الانسان يفعل ما يشاء عندهم وما فيش حساب وما فيش ايه عقاب. ان كان في نعيم للروح لذه، وان كان في عذاب برضه للروح، يعني مش حاجه تقع حسيه، يعني لذه عقليه معنويه. هذا كلام الفلاسفه ومباحثهم كلها دائره على ناحيه ايه عقليه. واعلم ان من اشتغل بعلم الفلاسفه، شو بقول كده انا، قل أن تنجو عقيدته من ظلمة أقلها كثرة التشكيك والوسوسة التي تجره إلى الابتداع أو إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. يبقى هنا الكلام ده لا يؤخذ على إطلاقه. عندنا قسم في كلية أصول الدين، قسم العقيدة والإيه؟ والفلسفة. لكن احنا يجب هنا هو بيحذر، بيقول لك اللي يشتغل بعلم الفلسفة قل يعني معناها لا يحكم على الكل، ولكن يحكم على الايه؟ على الغالب الاكثر. قل ان تنجو عقيدته من ظلمه. اقل الظلمات هي مساله التشكيك، يعني يتشكك هو في نفسه او يشكك غيره. والوسوسه والشك يجران الانسان الى الابتداع او الى الكفر او الى الضلال، والعياذ بالله تعالى. فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم، على ان المطلوب من العبد انما هو عباده الله اعتقادا وعملا لينجو من النار في الاخره. والمطلوب من العبد مش الاعتقاد فقط، والعمل المنبني على الاعتقاد. وضحت؟ نعم. طيب لما هنا حذر من الاشتغال بالفلسفه خاصه لمن لم يكن عنده اهليه او عنده اقتدار او فاهم هذه ايه المباحث، او مثلا قوي يعني متين غاشق في العلم، فلا يتاثر ولا يحدث له شك. هذا يجب عليه ان يخوض في غمار مباحث الفلاسفه حتى يعرف من اين جاءت لهم الشبه، ويستطيع ان يرد عليهم بسلاحهم او باسلحتهم التي يستعملونها معا. طب نفهم ايه معنى كلمة فلسفة؟ يعني ايه المراد بكلمة؟ الفلسفة طبعا مش هنقول نجيب اصلها اللغة، وهي اصلها كانت سين اصلها منقلبة عن قاد، و لا السوف يعني الحكمة، الحكمة يعني مثلا زي دار الحكمة، يعني مباحث، يعني خلاصة الكلام الفلسفة يعني معناها البحث العقلي المحض فيما وراء الطبيعة وفي الاخلاق. هذه ملخص كلمة فلسفة. البحث معنى الفلسفة ايه؟ يعني فيلسوف يعني ايه؟ يعني باحث، بس ايه؟ معتمد على العقل فقط. البحث العقلي المحض فيما وراء الطبيعة، اللي بيسموها ايه؟ الميتافيزيقا، وراء المادة. خلاص كده؟ يعني بيبحث في الامور المحسوسه اللي امامه،
اللي مبني على التجربة، بيبحث فيما وراء الايه الطبيعة وفي الاخلاق، فلسفة الاخلاق. خلاص كده. طيب ايه المراد بكلمة، احنا قلنا بيبحث في ايه، في زاويتين، في حاجات في الكيمياء وفي الفيزياء ده مش داخل بيها، ما حدش انكرها، اي واحد بيبحث فيها يعني لهم مباحث اخرى، بس المشكلة مع الفلاسفة في حاجتين، فيما وراء الطبيعة وفي الاخلاق، انهم عنده هو قانون او مذهب اسمه نسبية الاخلاق، يعني ممكن ما يكون هنا خلق حسن في مكان ثاني يبقى العكس، يعني اخلاق عندهم لها نظرية ايه نسبية، وفلسفتهم ملهاش قانون يعني ميزان يحتكم اليه الفلاسفة، ده فيلسوف وده فيلسوف وده بيفكر والعقل وده يعني ما فيش ميزان، ولذلك تجيب الفلسفة على السؤال بسؤال وهكذا، فلا يصل الإنسان لأنه مجال العقل إيه؟ محدود، وما فيش يعني إذا أخطأ العقل لا يدرك أن يقينا أنه أخطأ، يعني مثلا إذا أخطأت أنا كيف أعرف أن أعرض ما وصلت إليه بعقلي على الشرع، فإما أن أعرف أني مخطئ أو مصيب، لكن الفيلسوف كيف يعرف أنه أخطأ؟ يعني إذا أخطأ لا يعرف أنه أخطأ يقينا، وإذا أصاب لا يعرف أنه أصاب يقينا، فين الميزان؟ فين المرجعية؟ أهل إذا بتبحث في إيه؟ شيئين، في فيما وراء الطبيعة وفي إيه؟ وفي الأخلاق. فما وراء الطبيعة يعني إيه؟ يعني الإلهية، يعني الأمور المتعلقة بالغيب، أو معنى في هذه الفلسفة كأنهم يقحمون العقل في الغيبية التي لا مجال لتلقيها إلا عن باب أو طريق السمع. يبقى الفلاسفة ما عندهمش حاجة اسمها سمعيات، يعني كل عندهم إيه؟ مفتوح الباب على يبحثوا في أي شيء، وذلك هم بحثوا في المعاد والآخر وأنكروها بإيه؟ بالعقل وليس بال. يبقى عندنا الآن حاجتين، ما وراء الطبيعة المراد بإيه؟ ها ما وراء المراد به الايه الالهيات. يبقى عندهم مسائل نظريه ومسائل عمليه، يعني عندهم حاجه نظري وحاجه ايه عملي، يعني مثلا يبحث في الموجودات فيما وراء الموجودات في علل الموجودات، شوف كده، يعني ما الكائن، ما اصله، ما مصيره، زي اللي بيسموها الاسئله الكليه، من اين ولماذا ولما، يعني أسئلة إيه كلية بتبحث في إيه في الأمور اللي وراء إيه الطبيعة اللي هي الغيبيات. الناحية العملية كيف يجب أن يكون مسلكنا في الحياة، لأن الناحية الأخلاقية اللي بنتكلم فيها، يبقى معنى كده نبسط كلامهم بصورة مفهومة، إيه سبب عداء المحدثين والمفسرين أو من يشتغلون بعلوم الإسلام أو بعلوم الدين مع الفلاسفة؟ السبب بسيط جدا، أنه موضوع الفلسفة هو نفس موضوع الدين، يعني اللي بيبحث فيه الدين هو إيه؟ اللي بتبحث فيه الإيه؟ الفلسفة، وطبعا لا يلتقيان، لأنه هنا في وحي وفي رسل وفي حاجات وراء الإيه؟ العقل، وهم ما عندهمش حاجة وراء العقل، فلازم يحدث ايه صدام وعداء بين من يشتغل بالفلسفة وبين من يشتغل بالعلوم الايه الدينية. يبقى الدين في ايه؟ في الهيات وفي اخلاق. لابو الفلسفة في ايه؟ نفس الموضوع، في الهيات وفي اخلاق، لكن الالهيات والاخلاق في الدين تستند الى الوحي، وذلك لا يسمى دين الا اذا كان وحي. طب والإلهيات والأخلاق في الفلسفة تستند إلى الإيه؟ إلى العقل. يبقى من هنا عرفنا إيه؟ القصة من أولها إلى آخرها. يعني إحنا الآن وأنت بنبحث في موضوع واحد، ولكن أنت بتعتمد على العقل المجرد، وأنا بعتمد على الوحي. ولا شك طبعًا ممكن تهتدي الفلسفة إلى الصواب، ممكن لبحث عقل. ولكنه ليس على جهة القطع. أما الدين على جهة القطع، لأنه وحي، والوحي معصوم من عند الله سبحانه وتعالى.
إذن فهذا هو السبب. عندما قال الفلسفة المقصود بها الفلسفة اليونانية اللي البحث فيها عقلي معه. أما الفلاسفة الكبار المسلمين ما درسوا الفلسفة ليصلوا بها إلى الحقيقة أو ليفهموا بها الغيب، وإنما درسوها كعلم حتى يعرفون أسلحة القصم وشبهاته ومداخله وتكوينه العقل وأفكاره، فيستطيعون أن يردوا عليه بحسب ما وصل إليه من حسب قواعده. هذا السبب. وذلك ينقسم الفلاسفة إلى قسمين: فلاسفة إسلاميين يعني مؤمنين بالله وموحدين ويقرون بالوحي ويستطيعون التوفيق بين الدين وبين الفلسفة، ما فيش مشكلة لأنه ده ربنا نور على نور، نور العقل ونور الايه الوحي، ولكنهما لا يتعارضان في الشرع وإنما يتعارضان عند مين؟ عند الفلاسفة. ولذلك لما كان نور الشرع مؤيدا لنور العقل وكذلك العكس جعلهم الله تعالى نورا واحدا في النهاية، نور على نور اثنين، نور ونور اثنين. بعدين قال يهدي الله لنوره لأنه واحد، يعني ما يهديك إليه العقل لم ينكره الشرع، والعكس كذلك. إنما الفلاسفة عندهم العقل على يعني مطلق، ما فيش حدود، ما فيش قيود، ما فيش حاجة اسمها فوق العقل، ما فيش حاجة اسمها يعجز عنها العقل، ما فيش حاجة اسمها يتوقف فيها العقل، لازم يبحث في أي شيء حتى في ذات الله سبحانه وتعالى. ده عندهم الايه الفلاسفة. فهذا التحذير من فضيلة أو شيخنا أو إمامنا الشيخ الدر لازم نفهمه على هذا المعنى، لأن الإنسان إذا أطلق عقله في التفكير لابد يقينا أن يضل ويضل، لازم إذا لم يخضع وينقاد للشرع أو للوحي لابد أن يكون في ضلال. بهذا التحذير نفهم هذا. قل أن تنجو هلكوا أقوام كثيرين من الفلاسفة كبار، لكن اللي هو وضع يده في يد الشرع ودرس الدين هل ضل؟ لا، ده بالعكس، ده أصبح إنسان عنده حصانة وعنده قوة وعنده سلاح. يجي تعال أنا هكلمك واللي أنت فاهم واللي أنت وحزيد عليك، هم هجيب لك أدلة وحجج أنت لم تعرفها. دراسة الفلسفة وكذلك المنطق وهذه العلوم مهمة جدا، بس لمين؟ لمن عنده الأهلية للاستيعاب والمقدرة. أما اللي يرى نفسه يعني فيه ضعف أو الشك هيتضرر، إلا لا، خليك في التفسير والحديث والفقه، خليك بعيد عن حاجاتنا، سيبها بعيد. لا لا، ربنا جعل مجالات كثيرة، أفرض أنت أفرض أغلقوا قسم الفلسفة هتقوم الدنيا، مش فيش مشكلة، بس لمن إيه؟ كان عنده الإيه؟ الأهلية والقدوة والمقدرة. ما عندهش خلاص خليك في أي علم تاني، عندك المجال واسع. ولذلك كان واحد راح لمين في الخليل أو مين بتاع تقطيع علم العروض عشان خليله، فقعد يحاول يتعلم العلم ده معرفش. فلما رأى الشيخ فيه أنه لا يستطيع أو مش هينفع في المجال ده، فراح قال له إيه، أنا عملت معك يعني قدر ما أستطيع وأنت يبدو بس يظهر كده، فقال له خذ قطع هذا البيت، يعني قطع البيت ده وكده وريني فيه ايه البيت ده، اذا لم تستطع شيئا فدعه الى ما تستطيع، فجاوزه اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع. هو مش عاوز يقطع البيت، عاوز يفهم المعنى اللي في البيت، يعني اذا ما فهمتش على المساله يشوف حاجه تقدر عليها. راح خد بعضه ايه وفهمه ما يريده الشيخ وانصرف. فيعلم ان من اشتغل بعلم الفلاسفه دي خلاص قل ان تنجون. الفلسفه عرفناها بانها بحث عقلي محض فيما وراء الطبيعه في الاخلاق، ونفس الموضوع هو في الدين، بس الدين طبعا ايه في رسوله في كتابه في واحد، انما هنا ما فيش. واعلم ان من اشتغل بعلم الفلاسفه قل ان تنجو عقيدته من ظلمه اقلها كثره التشكيك والوسوسه التي تجره الى الابتداع او الى الكفر، والعياذ بالله تعالى. فالحذر من الاشتغال، والمراد بالابتداع هنا الابتداع البدعه فيها
فيها ما يتعلق بالعمل وفيها ما يتعلق بالاعتقاد. البدعة الاعتقادية هنا عليه البدعة العملية اللي هي صلاة النبي بعد الأذان والتوالي. لا المراد بها هنا البدعة العقدية. فالحذر من الاشتغال بخرافاتهم. يبدو أن الشيخ كان شديد العداوة من للفلاسفة ولعنهم في الكتاب وقال الفلاسفة الملعونين وذمهم إلى آخره، على أن المطلوب من العبد إنما هو عبادة الله تعالى اعتقادا وعملا. شوف ربنا سبحانه ربط، أو النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة ربط العقائد بالأعمال. يعني مثلا إكرام الضيف ده عمل، وربطه بالإيمان، من كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه. شوف كده، يعني مسألة مش بتعمل عندنا إكرام الضيف إنسانية، ولا إكرام الضيف مثلا نظام اجتماعي أو مثلا يعني برستيج، ولا لا، ده قضية متعلقة بالإيمان. كذلك مثلا عندك إيه، ولا تأخذكم بهما رأفة، ده إقامة الحدود، ربطها ربنا بالعقيدة، ربنا شيء عملي، يعني مسألة إيه عملية من ضمن التكليف العمل. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلق جميع مسائل السلوك والأعمال والأخلاق على إيه؟ أما في الأخلاق اللي درستها الفلاسفة لم يربطوا بين السلوك وبين الاعتقاد، ولذلك جعلوها إيه؟ نسبية. واخر كده كان الشيخ الغزالي الله يرحمه، واحد كان يجادل معاه يقول له الكلام ده بتقول عليه ده نسبي، يعني معناه يعني بالنسبة إلى كذا، إنما في الحقيقة ما فيش. فراح قال له كده، يعني أنت معتقد إنه إحنا ديننا وعباداتنا وشريعتنا دي نسبية؟ قال له يعني شرف أمك ده نسبي؟ الله شوف الله شرف أمك ده نسبي؟ أفرض أنت ضربت مسكت دماغك وضربت في الحال، إذا كان نسبي ده معناها ممكن تتألم ممكن ما تتألم، في حاجات ثابتة معلومة من كيف نسبية؟ يعني أضرب رأس بهذا ممكن ما دام نسبي يعني معناها حالات وحالات، لكن هنا لابد هتنكسر رأسك والدم هينزل وشوف النسبية هتنزع فين؟ يقول له ده نسبي. نعم هذا اتجاه ثاني، نتكلم من الناحية الايه العقلية. يبقى هنا فيه شيء اسمه ايه امر اعتقادي وامر ايه العمل. يعني انت مثلا في الدين دعاك الى اتخاذ موقف عملي حاسم الاول، حتى ولو كان المسألة عقدية، لكن في موقف عملي. ايه هو الموقف العملي؟ التصديق والتكليف اللي هينبني عليه التكليف، مش ده موقف عملي؟ سيبك ان انت موقفك ايه، افرض بالرئيس ده كذاب، انت خليك موقفك العمل ايه، وانياك ايه كاذبا خلاص مش هيضرك في شيء. وزي الطبيب والمعلم لما قال ايه ما فيش بعد، فهو يقول له ايه انتظر ان صح قولي فلست ايه بخاسر، او صح قولكما فالخساره ايه عليكما. يعني انا بقول لك انه في بعث وفي اخر وفي عذاب، تمام كده؟ لو صح قولي انا مش هخسر، انا اللي هكون ناجي. ولو صح قولكم لو صح قولكما انه ما فيش بعث انا مش هخسر حاجه، انا مش هخسر حاجه، لكن لو صح قولي فالخسار عليكما. شوف منطق عمل. تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم انما انا النذير العريان، انا جيت لك بقول لك في ثعبان في بيتك، او هذا الطعام اللي انت حتاكله فيه ثم لما عاد تقعد تبحث اني انا صادق ولا كاذب وفين الدليل وفين الدليل تكون مت حتتناول وخلاص انتهينا. انما يجب التوقف فورا وبحث المساله من ناحيه عمليه. فاذا الاعتقاد في الدين مش مسائل في القلب وخلاص، لازم يكون لها اثر في الواقع، اثر عملي. وهذا ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم أرأيتم لو أن خيلا تزير عليكم أكنتم مخيلا. خير جاء في اتخذ موقف وحصر نفسه، ومن بعد كده أنا معاصم أعدموني بعد كده طلعت كذاب، إنما الأول أعمل إيه؟ احموا أنفسكم من الخبر ده.
الخبر اللي هو ايه الداهم، يقول انا النذير العريان، يعني انا شو كده قل انما انا نذير لهم بين يدي عذاب شديد. فلازم تتخذ موقف، انما تاخر القضيه هنبحثها بعدين، مش فاضيين مش فاضيين ايه ده، انتم في حاله غرق، في حاله هلاك، في حاله ضياع، فلا بد ان نتخذ موقف سريع. هذه العقائد كلها ليست مسائل دي، انما عند الفلاسفه ما عندهمش الناحيه العمليه، كلها اضطرابات عقليه. ما عايشين في مستشفى مجانين، مش ما فيش حاجه عمليه عملوها، لما عاد يثبت انه هو صح ولا غلط. يبقى هنا عندك ايه، على ان المطلوبه في الناحيه دي، كانه بيرد على الفلاسفه، بيقول لهم حصرتوها في ناحيه هي عقليه فكريه، سواء كانت اعتقاديه او غيره. وانما المطلوب من الانسان عباده الله تعالى اعتقادا وايه وعملا، يعني من عمل واعتقاد، وليس الايمان بالتمني، ولكن ايه وصدقه العمل مهما كان اعتقاده. وما فيش عمل يؤكد ويصدق ذلك، لابد يكون في قضيه الايمان فيها شك. اذا انت كده مؤمن من الناحيه النظريه، انما من الناحيه العمليه السلوكيه، واذا تلاحظوا عند ناس كثير يقول لك قضايا ايه ايمانيه مسلمه، كانه يعني على يقين فيها، ولكن عند الناحيه العمليه تجده مسكين مش على يقين. اذا المساله ما زالت عنده تحت التجربه، زي ايه مثلا، تعالى الانسان كده ايش، ان الانسان خلق إذا مسه الشر وإذا مسه الخير. يعني في بعض الإنسان لو ابتلي بفقر شديد أو بمصيبة يشك في وجود الله. إذا ما فين اللي يقول عليه، يقول في الأرزاق على الله، وتلقاه يبحث في الرزق ويكلم دوره كأنه في قلبه مش مطمئن، زي ما واحد ما يعمل معه. الله الرحمن ما تضيقش على الناس، تقول في العصيان ربي غافر، صدقته كده، ولكن غافر مع المشيئة. انت تصدق هو صح غافر، لكن لمن يشاء مش للكل. وربك رازق كما هو غافر، فلما لم تصدق فيهما بالسوية. لماذا في مسألة الرزق رحت تبحث وما استكلتش عاو ما نمتش وما قلتش وما اطمئنتش، زي ما حصل الاطمئنان عند البعض في المغفرة، اذا بقى لعب شيطان على الاقل مثلا استغفر صلي اعمل حاجه تكون سبب في المغفره، انما يعمل معصيه ومعديها معصيه كل مره يقول لك رب غفور. وعند الرزق لما هو ربك رزاق، ما هو الغفار هو الرزاق، وفي ايمانك بذي غير ايمانك بذي، يبقى احنا عاوزين شيء عملي، يعني يصدق هذا الذي تقول. انما اذا بدليل الصحابه كان دليلهم على الايمان ايه، ضحوا بأغلى ما يملكون في أنفسهم. يعني سيدنا عمر عنده كان استعداد يعني يفني نفسه كده في سبيل ايه مرضاة الله ورسوله. انت كده قول لنفسك، هل في الحالات اللي هي المهمة هل ممكن تستطيع ان تقدم ما قدمه الصحابة؟ ممكن تقول بلسانك لكن المية تكذب الغطاس، تعالى كده يقصد ضرورة نشوفك، نجلس اول المنسحبين او اول الفزعين او اول المعترضين. ليه؟ لانه المساله الاعتقاديه عندك مش متينه مش قويه. زمان كان عندنا في الصعيد لما واحد يحصل شرطه او يحصل حاجه يجيب واحد ايه يعمل عده يتيم، الموضوع بيتكلم. وبعد كده الراجل اللي بيعمل شيخ المشايخ يجيب المقرئين يعمل عده شغالين فيها وعاوزين مثلا مبلغ كذا، هو سرق بيته، فراح بعض الذهن وهو بيقرا وحزن، قالوا له انت زعلان ليه؟ بعد ما تخلص عده الاثنين دي اللي بتقراها للناس الثانيين دول، بتعمل عده الاثنين في مين؟ في الحرام. راح قال ايه؟ قال له هتعمل له ايه؟ وهتعمل قال ايه؟ ما انت كده بتضحك علينا يا عم. راح قال يعني هو اساسا شغل زي ما نقول معيشه عم يسترزق منها ايه، انه مش مؤمن حقيقه انه ونرى هذا في واقعنا العملي والسلوك. بعض الناس ينطق الشهادتين ولكن اذا مسه الضر
يحبس عند الشكوك دي وعند الاوهام دي وهكذا، يبقى معناها مش رابط ايه العمل بالاعتقاد، اعتقاد نظري في قلبه، انما ما حوله الى ايه؟ عمل. يعني تقول له انت مؤمن مستعد تقتل، يقول لك نعم ده انا اقتل انا واهلي وبلدي، وعارف انه ما فيش حرب وما فيش حد، انما لو في فعلا متعالي وش معنى في ناس او يدخل في متاهات في مباحث علوم الفلاسفه. والعباده المطلوبه، انت مامور بحاجتين، لعباده الله تعالى اعتقادا وعملا لتنجو من النار في الاخره. يعني لو انت اعتقدت فقط تركت الجانب العملي لا نجاة من الايه؟ من النار. خلاص كده؟ الا لمن يشاء الحق. ولكن لابد من ايه؟ من الجانب العملي مع الجانب الاعتقادي. ولذلك يقول والعلم من حيث انه علم لا ينجي من عذاب الله ما لم يعمل به. واحد يقول لك في سم، وانت تقول انا فعلا اعلم انه في سم. كيف تنجو؟ اذا اتخذت موقف عملي هو الترك الاكل. انا بقول انا عارف انه في اهم جانب نظري، لكن ما اتخذت لم تتخذ موقف عملي يبقى ما فيش نجاح. فالنجاح بمجرد العلم ما تنفعش، لازم تتخذ. اقول لك في حريق في البيت، يقول لي انا اعلم وانا شايف الدخان، ما هذا تعمل حاجه، تجيب ماء تجيب كذا، لابد تتحرك. انما علمك ده وعلمك اليقيني بانه في نار مشتعل حينجيك منها؟ مش حينجيك، اهديك بالضبط. والعباده المطلوبه شرط صحتها العلم. واول حاجه واجب على المكلف العلم ايه؟ بالله سبحانه وتعالى، اول واجب هو المعرفه. فينبغي للعاقل ان يقتصر من العلم على ما به العمل. ده عظمه الاسلام. يعني كانه الشيخ الدردير رحمه الله يقول لك الفلاسفه ما اقتصروا على العلم على ما به العمل، ولكن جاوزوا ذلك الى البحث فيما لا عمل تحته. وذلك الامام مالك كان يكره الاسئله الافتراضيه اللي ليس تحتها عمل. يعني في شيء مترتب على كده، في شيء مبني على كده يتكلم، لكن أسئلة كده افتراضية ليس وراءها عمل، ما الكائن، ما أصله، ما كذا، اللي هي مباحث الفلسفة. ف90% أو 99% ما فيش تحته عمل، مسائل اعتقادية فقط عقلية. فالدين شجعنا، شوف كده ربط العقائد بالعمل. شوف كده القرآن الكريم لم يقل سبحانه وتعالى من عمل الحسن او مثلا فعل الحسن. شوف العباره، عباره دقيقه فعلا، هي من عند الله. لو كانت من عند غير الله لا يمكن تكون كده. شوف القران المفروض مش الحسنه او الطاعه يعمل الحسن يعمل المن. شوف من جاء بالحسنه، يبقى في ربط بين حاجتين، اللي هو فعل الحسنه ليجيء بها الى الله سبحانه. شوف المعنى هنا، اللي هو مجرد الحسنة اللي هي بعشر أمثالها ليس معناها أي حسنة، ولكن الحسنة التي عملها صاحبها من أجل أن يقدمها زادا له في الآخرة. فمن جاء بالحسنة، ولم يقل من عمل الحسنة. شوف كده تعالى في الآية الثانية، وعمد الوجوه الحي القيومة وقد خاب، مش من ظلم ولا من ايه من فعل الظلم، من حمل. هو دوام الحديدي يبقى معناها هي إيه معنى من جاء بالحسنة؟ يعني بيربط بين حاجتين، بين العمل اللي هو عمل الصالح، وبين الاعتقاد في الامور الاخرى، البعث والحساب والجزاء. ففي كثير من الناس يعمل حسنه جميله جدا وما يعملهاش، يمكن اهل ويعمل حاجات يبني مثلا مستشفيات، لكن بيعملها ليه؟ للمجتمع، سمعة يتسمعها، ما في ذهنه انه يعني ده شيء يتقدم به، يعني مش يتزود، لا ينوي التزود بها او التقرب بها الى الله، وانما ينوي سمعة في المجتمع، او مثلا بلاش السمعة، نقول لك هو
تفرض علي الإنسانية والأخلاق والمجتمع أن أنا أعمل شيء بدل ما أعمل حاجة مثلا غير صالحة. أنا بعمل مش أو للذكرى عشان مثلا يخلد اسمه أو كذا. يبقى معناها كلمة لتخليد اسمه يعني معناها ما فيش حاجة اسمها حساب، يعني عايز أخلد نفسي. يبقى ما فيش في دماغه الآخرة. شفنا وربط القرآن كأي عمل بإيه؟ بالآخرة. يعني معناها ربطوا بعقيدة من عقائد السمعيات أو بالإيمان بالله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهكذا. أشوف كده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، مش إن كنتم تؤمنون بالله. جاب لنا جانب إيه؟ جانب أعلى من الإيمان، وجانب إيه؟ الحب، وده إيه؟ جانب عملي برضه عشان يربط لنا المسائل الاعتقادية بالمسائل العملية بخلاف الفلسفة. ما عندهاش هذا الربط، منفصل تماما عندها. يمكن الفيلسوف ده يشرب خمر، ممكن يزني، يراها إيه؟ لكنه في المباحث الإلهية حاجة إيه؟ لذلك ليه ما علمه ده وفلسفته وذكاؤه ونبوغه لما لم يمنعه؟ لأنه ما فيش عنده ربط بين الاثنين، ما فيش جزاء، ما فيش بعث جسماني ليه؟ كل فلازم ياخذ حقه تماما. ده شطارة عنده، ده عنده العقل يحرض على أنه لا يترك هذه الإيه؟ الأمور. فينبغي للعاقل أن يقتصر من العلم على ما به العمل، أما ما لم يكن تحته عمل يبقى ضياع. ضياع قد الله عليك، هات لي كده علم ديني شرعي ما فيش تحته عمل. يعني في أشياء أحيانا يخيل للإنسان يعني يكفي أنه يزيد تعظيم الله تعالى في قلبك، ده عمل ولا مش عمل؟ ده من أعظم الأعمال. يكفي أنك تصل إلى درجة الرسوخ أو درجة اليقين، في ترقي، يقول رب زدني علما، هذا في عمل. لا يوجد أي مسألة اعتقادية في الدين ليس تحتها عمل. وخد بالك مش الأعمال يعني أعمال الجوارح، هناك أيضا أعمال القلوب، لازم تفهم بها. حتى خصائص النبي تتلم وتبدا من القلب. نعم، حتى مثلا واحد يسال كيف دراسه الشمائل النبويه او خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لا تبدا القلب تعظيم النبي تتلم. مثلا السنن بتاعته في امر في نهي، مش كده؟ نعم. انما السيره والشمائل والخصائص ما فيهاش، ليس تحتها عمل ولا قلب، تحتها عمل من اعظم الاعمال، وهو زيادة الإيمان حتى يصل إلى درجة الكمال. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه ومن نفسه. كيف تصل إلى هذه المحبة العليا أنه يكون الرسول أحب مش بدراسة الشمائل وتعرف أوصافه وتتعلق به وببلده وبغلته وحماره وموضع نومه وأحواله وشؤونه وأوصافه؟ كيف حتصل إلى كمال المحبة بدون دراسة السيرة النبوية؟ الأمر متعلق هنا، هات لي كده أي شيء ثاني؟ لا تجد، كلها مرتبطة بالعمل. هات لي كل مسائل الفلسفة دي اللي ذكرها الشيخ عبد الحليم محمود، ليه رسالة اسمها الفلسفة بيتكلم فيها عن الأسئلة اللي تدور على المباحث الفلسفية. هات لي منفصلة تماما عن الأعمال، لأنه طبعا بحث فيما وراء عليه الطبيعة في الغيب، وهم مش مؤمنين انه في واحد. فمين اللي حي يبلغهم عليكم كذا او يتجهوا كذا؟ ما فيش. واحنا الاعمال دي اللي احنا بنعملها جاءنا التكليف بها عن طريق ايه؟ عن طريق الوحي. فينبغي للعاقل ان يقتصر من العلم على ما به العمل، أن يقتصر، شوف العبارة، أن يقتصر من العلم على ما به العمل. يبقى معناها كلمة من العلم من للتبعيض، يعني هناك علوم كثيرة لا يتوقف عليها عمل، ومنها علوم الايه؟ أو علم الفلسفة. فإذا العلم الذي حثنا عليه هو ايه؟ هو العلم الشرعي، وهو على ثلاثة أنواع. يعني على الأقل نعطيه اهتمام كبير. مثلا بعض الناس يقول لك العلم من حيث هو برضه معرفة، يعني حتى لو ما فيش عمل برضه فيه معرفة، فيه زيادة فهم، وفيه عندنا مش شرط يعني، بس على الأقل نعطي اهتماماتنا الأولى الايه؟
للي به العمل وعليه العمل. فلازم تكون مثلا دراسة الفقه يعني فيها توسع فيه اهتمام، ونخلي مثلا فرع او قسم او كلية للاشياء اللي انت عاوزها، لكن نهتم في الغالب بالجوانب العلم الذي تحته عمل، وهو العلم الشرعي، وهو على ثلاثة انواع: علم اصول الفقه، علم اصول الدين، وعلم الفقه. طبعا خد بالك علم الفقه مبني على اصول الفقه، وعلم التفسير. ذكر هذه العلوم الثلاثة وما يتصل بذلك من آلاتها، يعني مثلا في علم يقصد لذاته، وفي علم يسمى علم الآلة، يعني معناها وسيلة إلى فهم علم آخر أو إلى فهم العلوم الأخرى. علوم الآلة زي علم النحو والمعاني والبيان، بخلاف علوم الفلاسفة فإنها بطالة، إن سلم صاحبها من الضلال وإلا فهي عين الوبال. يعني إن سلم، يعني على فرض أنه حيحافظ على إيمان ويسلم من الضلال، برضو ضيع وقت. لو فهم بالله آية من كتاب الله أو تعلم حكمه مش أحسن؟ أفرض ما حصلوش يعني حالة، قال لك برضو مش هيسلم. ان سلم من الضلال فافرض ما سلمش، ده هي عين الوبال. نعم، علم الطب وما يوصل الى معرفة الوقت، لما الطب ده يعتبر فرض ايضا، فرض كفاية يعني. ليه؟ لان به صلاح الابدان التي هي مناط الاحكام والتكليف. يعني الطب معناها كيف اصل اذا كنت انا مريض او حصل لي كذا، فلا بد من من علم الطب. وما يوصل الى معرفه الوقت، عشان نعرف مواقيت الصلاه، مواقيت الصيام، نعرف مثلا الهلال الى اخره. والجهاد من علم النجوم، فذلك جائز. اما لا نسلم ان هذا من علم الفلاسفه، ليه؟ ما هو الفلاسفه ما فيهم اطباء، هو ابن سينا طبيب كبير، وفيهم مثلا ناس يعني دارسين اشياء اخرى من علوم، لكن ليست من علوم الفلاسفة خاصة، اشترك معهم غيرهم فيها، الاحياء والهندسة وكذا. صحيح هي علومهم ودرسوها وبرعوا فيها، لكن ليست من علومهم خاصة، انما اشترك معهم غيرهم. فإذا درسناها ندرسها على أنها علوم نافعة وليست من علوم الفلاسفة، وإن كان الفلاسفة اشتغلوا بها، وحتى ممكن ناخدها منهم، بس بشرط نسيب هم بيخلطوها. ما يتكلمش في الطب من ناحية الطب، يقول يفلسفنا في مسألة، روح هو الآن الطب متعلق بالبدن، يروح ينزلق بيك مباشرة إلى الروح، رغم أنه من اختصاص، بس إذا خلالك وصل الطب والتشريح عشان يحط لك حاجة تزيد بها. فإذا كنت أنت فاهم خذ الطب من كتبهم، لا مش فاهم ما عندك أطباء ثانيين لا يعرفوا فلسفة ولا درسوها ولا حد، يعني بعيد عن الموضوع ده يا فاهم. فهذا أسلم لمن أراد الإنصاف. فذلك جائز. يقول لك أن هو يسلم أن هذا من علم الفلاسفة، بل هو من الشرعي بدليل، يعني حتى وإن كان تعلموه أو ضرعوا فيه أو كتبوا فيه أو ألفوا فيه، ولكن جاء الإذن به من الشارع. قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال تعالى في: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا ولتعلموا. فعلم النجوم والحساب ومعرفة الأوقات ده مطلوب شرعا. والإذن بالطب مشهور في السنة، يعني هناك أدلة كثيرة على على ذلك، بس لمن يتقنه ويحصله، إنما اللي هو يتطبب يعني بغير تعلم ويقع في إهلاك أو إصابة مريض فهو ضامن، زي كأنه قاتل له يضمن إذا كان من بدون مؤهل لهذا العلم. واعلم أن هذه الصفات السبع اللي قلناها، اللي صفات المعاني اللي شرحناها، وآخر حاجة فيها السمع والبصر. خد بالك احنا شرحنا السمع والبصر مع بعض، يحضر السمع والبصر، ما قلناها مع السمع متعلق بالسموت.
واعلم ان هذه الصفات السبع هي المتفق عليها بين القوم، فلذا اقتصرت عليها ولم اجد ما زاد بعضهم من صفة الادراك. في صفة زائدة على السبعة تجعل صفات المعاني ثمانية، اللي هي صفة الادراك. مش قلنا السمع للمسموعات مش كده، وعندك البصر للمبصرات او للموجودات. في اشياء اخرى اللي هي مثلا المذوقات اللي تدرك بالتذوق، او المشمومات، في اشياء اخرى. فقالوا عاوزين صفة ثانية نزيدها على السبعة اللي هي صفة الادراك. فالشيخ رضي الله عنه لم يقل بها. ليه؟ لانه اقتصر على ما اقتصر عليه الجمهور. اما صفة الادراك دي قال الحق هو لا اثبتها ولا نفاها، بس هم هو لم يذكرها، ولكن قال الحق فيها الوقف، يعني التوقف. تمام كده، لم ترد، بس وردت في قوله تعالى وهو يدرك، لا تدركه الابصار وهو يدرك. فبعضهم جاب لها دليل من السمع، اشتقاق لغوي، ما هو الادراك ده مش فعل، والفعل ده ناتج عن عن صفة. لا، وده عرض مثلا او في الحادث، يعني لما نقول مثلا لا يمكن يوجد فعل بغير فعل، ولا يمكن يوجد فعل من غير صفة، لأن الصفات دي هي منشأ ومصدر الأفعال. الصفات يعني مثلا تعالى الإحياء، الإماتة، الخلق، الرزق، دي أفعال مصدرها أو راجع إلى صفة القدرة. يبقى معناها الأفعال لها منشأ ولها مصدر له الصفات، والصفات لا يمكن أن تقوم بنفسها، بل هي قائمة بالذات. وهذا ظاهر في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله تعالى في سجوده وقال اللهم إني أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. المعافاة والعقوبة فعلينه، إما أن يعفو عنه وإما أن يستعاذ بشيء بفعل من فعل. وبعدين ترقى شيء وقال اعوذ برضاك من برضاك، ده مش فعل، ده صفه، ده لان الرضا حينتج عنه العفو، والسخط حينتج عنه العقوبه. يعني معناها الصفات هي مصادر الافعال. قال اول شيء استعاذ بفعل من فعل، فزاد في الترقي والعلم لله تعالى، فلم يشاهد الافعال، فاستعاذ بصفة من صفة، وبعدين وصل إلى الكمال، فلم يشاهد لا الأفعال ولا الصفات، فلم يجد إلا الذات، فقال بك منك خلاص. يبقى ما فيش لا صفات ولا أفعال، يعني كأنه يسموه عنده في مقام الثناء، ثني عن مشاهدة الأفعال والخلق يعني، وثني عن مشاهدة الصفات، فلم يجد إلا الذات، وقال أعوذ بك منك أنت كما أنت كما هنا الكاف هنا بمعنى مش ليست للتشبيه، أنت كما أثنيت، الكاف هنا بمعنى على، بس ما ينفعش الشبه، أنت كما أثنيت يعني أنت على ما أثنيت به على، يعني هذا هو المعنى. فالكاف تأتي في اللغة بمعنى بمعنى على، وليست هنا ما ينفعش بذير أنت مثل ما أثنيت على نفسك، بيمثل فن عندك لابد يكون في مشبه، في مشبه به، في وجه شبه، مفيش هنا بالكاف بمعنى على، أنت كما أثنيت على نفسك. يقول لك لماذا اقتصر عليها اتباع لمين؟ لعلماء المذهب الأشعري أو لما لم يأتوا بهذا السبب، ولأن الحق فيها الوقف، ولا وقف متوقف يعني معناها غير مثبت، غير ليس معتقدا فيها بشيء. ولم أذكر الصفات المعنوية الملازمة للسبع المعاني، وهي كونه عالما، كونه حيا، كونه إله، لأن الحق فيها ما ذهب إليه إمامنا إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه، من أنها ليست بزائدة على المعاني، بل هي عبارة عن قيام المعاني بالذات،
لا أن لها ثبوتا في الخارج عن الذهن بناء على نفي الحال، وأنه لا واسطة بين الموجود وبين المعدوم. يبقى هذا بيقول لأن الحق، كلمة لأن الحق مش معناها الذين قالوا بها على باطل، لأن الحق فيما ذهب إليه الشيء أو في رأي الشيء أو في اعتقاد الشيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. زي ما عرفنا حياتي تعريف، لكن الإدراك تعريف يعني معناها حيقول لك تنكشف بها مش الموجودات، الأشياء اللي تتعلق بالذوق وباللمس وبالحاجة الثانية اللي هي لا تدرك بالبصر. هنيجي احنا نقول ايه زي ما قلنا في الكلام الأولاني، غير يعني انكشاف غير السماء بصر انكشافه ومتجه غير الانكشاف بالعين، والانكشاف ده حديث الانكشاف بالخلوق، والانكشاف بالإدراك المغاير المتجه.